المعلم رزق ابو الجمايل اللي مغرقنا جمايل. اهلا 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 يا سيدهم. عارف ليه سيدهم؟ عارف ولا مش عارف؟ مش عارف. عشان ما فيش حد سيد اللي انا. قول لي رايك. منطق طبعا منطق. فينك يا مازو؟ بقالك كام يوم غطسان كده وبترميش السلام؟ والله يا مشاغل يا معلم رزق، يعني ببقى طول اليوم مشاوير بره السجن، فبرجع متاخر بتبقوا انتوا نايمين يا بهزر. اسمع يا مازو، انا ليه عندك 5 جمايل كل جميله بصباع من كف ايدك، يعني الكف ده بتاعي ها، وانا جدعانه مني او جميله مني سابك تستخدمه. والله عارف عارف يا معلم ان الكف ده بتاعك، وعشان كده لما جيت اكل امبارح كلت بالكف ده عشان ما وسخش الكف بتاعك. انا بقى كل حاجه في الدفتر ده. الدنيا دي سلف ودين، حتى المشي على الرجلين. يعني هيجي يوم وترد لي الجمال ديت هتستعير وتختفي؟ اقسم بالله اقسم بالله جيبك بلبوص. فاهم ولا مش فاهم؟ ما هو الكف ده بتاعي. فاهمني يا حلاوه ولا نسيت القواعد؟ حافظهم صم يا معلم. هو هم قعدتين. طلبتك اجي لك في الحال. امرتك. مفيش شيء محال. ايه هفرب عليك؟ طيب حس بقى ان هي جمايل بقى بجمايل. هات سيجاره. امسك. وانا جميله ستة جميله ستة سيجاره. طيب معلش يا معلم ارمي لي السيجاره دي عشان اكتشفت ان انا ما بدخنش. عينيا. وانا جميله سبع رمي السيجاره. حط حط. ده هيبتدي الفوازير. حط زعيم في محيط بتهب كل الاسماك، سحبته الميه على الشط، شاف شويه غنم بتمقمق. ما 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 مارته هو ما ما. خلاص يا معلم نكمل فزوره، الفرصه هتخلص. لا عارف ياكلهم ولا عارف يرجع. شافوا صياد وفرح وكان مفكر يصطادوا، مع انه من باب اولى كان يبدا معاه. كان يبدا معاه ايه؟ ايه يبدا معاه؟ ايه يعني يبدا معاه مشروع جديد مثلا يفتحوه سوا؟ يبدا معاه كورسات يوجا؟ يبدا معاه السلام. سلام. انت مين يا اسطى؟ اضرب لك بطين ولا بتحبه مسلوق؟ المعلم رزق ابو الجمايل، انت ايه اللي جابك هنا؟ مالك يا مازو مش مبسوط انك شفتني ليه؟ لا ازاي، ده انا مبسوط جدا، بس انا فاكر يعني ان في السجن انت قلت لي انك خارج بعد 25 سنه، فانا متهيألي يعني من ساعه ما قلت لي ما فاتش 25 سنه ولا فاتوا ولا ايه؟ ما انا لما قلت لك 25 سنه كان عدى ال 25 سنه، بس انت اللي ما سالتش يا مازو. قول لي رايك. صح انا اللي ما سالتش يا معلم. تكونش مش مبسوط انك شفتني؟ لا ده انا مرفرف من الانبساط. لا ده انا كنت نسيتك. اب وكرم المولى عز وجل من الابناء ثلاثة. عازف وفي ايده كمانجا، تاجر وباح حمولة مانجا، وعروسة بتتوحم على رنجة. جابهم الاب وفي يوم جمعة وفي عز العشوة وقال. قال هو انا سفنجة؟ قال سفرة دايمة. قول لي رأيك مبسوط؟ حلوة أوي حلوة أوي، ده نظامت الراجل جبتها في السفينة. بقول لك يا مازو، أنا مش عاوز أرجع السجن تاني ولا أتلم على العالم اللبط ديت، أنا ابن ناس يا مازو مش وش بهدلة. أنا عارف كلام الشحاتة ده. فقلت أقعد عندك وتشيل جميلة من السبعة اللي عليه. قول لي رأيك. لا مش هسلم. إيه ده رأيي إيه؟ مش هينفع يا معلم. نعم. مش مقامك يا معلم، البيت ده مش مقامك. أحسن لقندة فيك يا مصر تنزل فيها وأنا اللي هدفع الحساب. لقندة؟ لقمدتي وانا قاعد في بيت صاحبه وحبيبه واخويا وعشره عمره يا مازو، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لا يا معلم ما هو ده البيت ده مليان فران، ده الفران رايحه جايه فيه، وفي بورس اللي هو بيطير ده بيطلع لنا من المنور مدوخنا والله مش قول لي رايك؟ ده انا التعابين عندي عامل بقيت شيتو يا مازو، تقول لي بورس وفران.